السلام يا عليكم. زياد، شوف، لازم ناخذ الطاقة من هذا، نكلم الجندي هذا، ممكن ناخذ من طاقتك حيويتك انت فيزم، على اساس نعطيها حق الجندي الثاني اللي فاقد هذا الشيء. اوكي، تيك هارت، خلنا ناخذ تيك هارت. اوكي، اخذنا من القوة اللي بقلبه، الحيوية والنشاط، واخذنا اللي هي جامع القلوب اللي اخذناه Tidy. في Looks ال like you've got yourself a locket full of enthusiasm. Now, you've just got to give it to our friend over اوكي by there. ونروح okay, ونعطيها here حق goes. نعطيه اللي اخذناه حق الجندي اللي محتاج. لازم نعطيه جيف هارت، اخذنا من هناك تيك هارت، الان نعطيه جيف هارت، ننقل للمادة اللي اخذناها اللي من قلب شو اسمه اللي هي هذه انثيازم، ونعطيها حق الجندي الثاني على اساس انه يكون متسامح ويكون سعيد ومنسجم ومرتاح، ويفتحنا البوابة وندش احنا ويا الناس كلهم ونكمل قصتنا في شريط الرائع هذا صراحة. طبعا ما اعرف شنو فيه، وين انا، شو اللي حصل. وصاحب الثاني قال اوكي انت خوفتنا عليك، فنمشي بالشريط. الان راح فتحنا البوابه، دخلنا داخل اللي هي دينج دينج ذا كات كينج كاسل، اللي هي موقع اللي فيها قلعه ملك القطط او الملك القط. الان الناس راح يشوفونا، راح يكون شكلنا غريب، لبسنا غريب، لازم نلبس مثلهم او شيء معقول، فلازم نروح للخياط. جو اند ميت ذا كينج اوف دينج. طبعا ما عليك من المهمات هذه. الان خلنا نشوف، نبي نزي الان هذا الان اللي هو الفندق، نخلي الفندق. اوكي، وين المكان الثاني؟ هذا الفندق، هذا الباب الثاني. خلينا نشوف هني شنو فيه، ما في شيء، خلينا نمشي من هني. اوكي، think we have never to go to the palace if you go that way. اوكي، معناتها نمشي من هني، هذا الان وهذا البوابة. اوكي، هذه اللي هي وسط المدينة. خلنا نمشي شوي. اوكي، لازم نروح المحل عشان نشتري ملابس. اوكي، نشوف، اتوقع ان هذا هو اللي فيه العجوزة. ايوه، هذه العجوزة. نعرض عليها نحن نبي ملابس، وطبعا راح تطلب انه يكون ثاني يوم تخلص الملابس حقتنا، الرداء والجاكيت، اللبس المناسب اللي ما نقدر نطوف. اوكي، طوفنا. اوكي، الان لا كان سي ذا كينج. اوكي، اوكي، ما نقدر نشوف الملك الا لما نبدل ملابسنا. guard gate saying something about us getting some kind of card from the place in the town isn't it. swift solution اللي هو المكان اللي يعطينا المهمات. خلنا نشوف السويفت solution هذا شنو موضوعه، وين مكانه. هذا طبعا عندنا مهمة لها، لكن مو الان. اتوقع ان هذا swift solution المكان اللي عند الذيب. الان في اماكن كثيره موجوده ممكن ناخذ منها صناديق. شوف شوف الذهب اللي هني، زين، ايس كريم، وفي صندوق هني تحت اتوقع صندوق اخضر. ايوه، في صندوق هني كذلك. اخذنا 10 جلدر. السويفت سولوشن اللي هو المبنى هذا اذا ماني غلطان، اللي هو المهمات. ايوه، راح نتكلم معاه. وفي مهمات، هذه بعض المهمات، وفي ايرنز، اشياء نوصلها، اشياء نصيدها، اشياء. وعندك اذا جمعت 10 طوابع تقريبا كل مهمه تنفذها. عندنا 3 مهمات في المدينه هني تقريبا حاليا، كل مهمة فيهم راح تعطينا طابعين او 3 طوابع، اذا جمعنا 10 طوابع راح ناخذ جائزة. اوكي،
خلنا نمشي لجورنال نهار. اوكي اللي هو طيب هذه اللي هي لوحة المهمات. طيب go and see what's wrong with the Grimlikin. اوكي المهمة الثانية a female Grimlikin near the store and the ding ding see that defense look like someone trouble a Grimlikin standing. اوكي a ding ding deal mother looks like she's worried about something go and talk with the mother on the question. ممكن ناخذ المهمات هذه كلها ما في مشكلة. view stamp card stamp card هذه عليها عندنا طبعا طابع واحد. detail of the new errands. اوكي خلنا اللي هي الارند فيليب بيج نيوز اتوقع ان هذه خلصناها اذا ماني غلطان. المهمات هذه الطوابع العشر طوابع على اليسار وهذه الطوابع الاجماليه. فالان نروح ما دام احنا اخذنا هذه نروح نطلع برا ونكلم الناس اللي يبون مهمات. خلينا نبتدي في الام اللي موجوده طبعا عشان نعرف هذه الام اللي هي اللمبه الزرقاء قاعده تولع هذه الام. فالان راح ندور عيالها الثلاثه راح ناخذ الجائزه. You accepted the following task hide and seek check your journal for the details. اوكي الولد الاول اتوقع موجود هني فوق في الدرج هني. ايوه هذا الولد الاول نكلمه. اوكي هيلينج تاتش نعطيه هيلينج على اساس انه يتعافى من الخوف ومن القلق وكذا. فخلاص هذا واحد من الاولاد. خلينا نشوف الجورنال الجنرال. هذا هو طبعا ما كتبنا احنا اخذنا الولد الثاني. هذا صندوق شوف طبعا ما نقدر نفتحه. طبعا اي شيء في الطريق ممكن ناخذه صناديق او شيء. المنطقه هذه ما فيها شيء ثاني فننزل لا فيها ابواب ولا فيها شيء فننزل تحت. طيب الولد الثاني ندور الولد الثاني. هذه البحيره البحيرة راح يكون في مهمة خاصة فيها بعد شوي. خلنا نرجع داخل قبل المدينة. أي شخص مولع أي شخص مولع لمبته زرقاء خفيفة أزرق فاتح فهو يبي مهمة أو يبينا نساعده بشيء معين. هذا الولد الثاني لا مو الولد الثاني. في واحد من الاولاد الثلاثة داخل محل من المحلات. ايوه هذا الولد ايوه هذا الولد. اوكي هيلينج تاتش على اساس ترجع لصحته. اوكي الان اوكي خلصنا من الولد الثاني ممتاز. اتوقع ان هذا يبيع شيء معين انا ما spend the night انا كان اوكي مو مشكله. في صندوق هني اوكي اوكي سانتسي اللي هو حق صاحبنا هذا اخذنا سانتسي راح نشوف شنو راح يزيد له. زاد الماجيك ديفنس اوكي ونشوف البوظه الايس كريم شنو راح يزيد. اتوقع الماجيك اتاك لا الايفيجن الازاحه. اوكي هذه حق الجندي الصغير اللي معانا باقي ولد واحد نروح نكمل نلقاه. ولا تنسون انه في مهمه ثالثه كذلك مهمتين اضافيتين. هذه مجرد واحده من المهمات خبزه وايت بريد. اوكي لا انا بروح مكان جديد ما رحنا له. لا اتوقع ان هذا المكان ما مسكر ما راح نقدر ندشه اتوقع. ما بالمره ما ولع لا قالنا في مفتاح ولا في شيء. فهني خندق تحت الماي تحت القلعه
مفتاحه يبي له مغامره ثانيه. فنكمل نطلع من المكان هذا اللي احنا فيه. هذا اتوقع اللي على اليسار اللي هو هذا اللي كنا فيه, هذا اللي هو حق الاسلحه, دكان الاسلحه. بس ليش المبنى هذا مولع ازرق؟ سوفت سلوشن ولا شنو؟ ما ادري والله. شوف شنو في داخل. هذا الان, لكن احنا ما نبي ننام لحد الان لما نخلص مهمتنا الاولى. هذا البوابة الخارجية. طيب معناته في مكان واحد لا ما رحنا له اللي هو اوكي 5 جلندر. معناته لازم ندش نكمل داخل. لا كنا هني. معناته نكمل سيدة. اوكي وايت بريد. هذا الولد الثالث. اوكي فنعطيه هيلينج تاتش. نرجع حق الام على اساس تعطينا جائزتنا, وكذلك في جائزه اضافيه. هذا طريق الى القلعه, قلعة الملك, ملك القط او ملك القطط, سمه ما شئت. نرجع حق الام بسرعة. صندوق. اوكي نبات فوزن بيجون. هذه واحدة من المهمات. اوكي هذه واحدة من المهمات. مضيعة الحلقة حقها. اوكي نرجع حق الام علشان ناخذ جائزتنا. هذيك الام هناك, ونشوف شنو الجائزة اللي راح ناخذها. لا زالت شفت ولا ازرق فاته. ثري سلايس اوف سويت باي و50 جلدر, وهذه ثلاث طوابع. خلنا نشوف شنو عندنا هي حق ثلاثة. خلنا نزيد الباي الفطيرة. اوكي كرسي زادت, واحدة بعد اكريسي اللي هي دقة التصويب, دقة الضرب. وكذلك بعد اخر واحدة تصير 35 دقة التصويب. 35 اوكي. الان اتوقع لازم نروح ننام في الفندق, هو افضل حل على اساس انه منها نحفظ ومنها نقدر نقدر نستخدمها يوما ما, نشوف نقدر نستخدمها بشنو بالضبط, لكن هذا الشيء راح يبين بعدين. اوكي نروح للفندق وننام, وبكره ناخذ ملابسنا. وهني شوف شنو الجائزة.
كيك. اوكي والله نعطيها، نعطي الكيك هني. شوف شنو راح يزيد حق صاحبنا، زادت الماجيك اتاك. اوكي معناتها نكلم ستي كانسل 10 جلدر. اوكي مو مشكلة. وعرفنا ريجن اوف ذا وورد صفحة. اوليفر ها؟ امك راح تناديك. اوكي هذا اللي احنا نبيه، سيف ونشوفكم في مقطع ثاني باذن الله.